احنا طبعا المواضيع كبيره جدا وكتيره جدا ومتشعبه ومش قليله، عايزين نبتدي بحاجه منهم. ايه اول حاجه نتكلم فيها؟ مثلا تساقط الشعر وبطريقه والتقصيف، نتكلم بده ولا دول حاجتين؟ دول حاجات. دول حاجات صح، دول حاجات كتير جدا. ان تساقط الشعر، يعني احنا جبنا كده مشكله من مشاكل الشعر وقلنا التساقط. التساقط نفسه تحتيه اسباب كتيره. تساقط نتيجه الهيموفيليك انيميا اللي هو نقص السيرم في الريتين، اللي هو ايه؟ نقص الحديد في الدم. وده ممكن يكون نتيجه عرضيه، ممكن يكون نتيجه حمل ولاده، ممكن يكون نتيجه الرضاعه، ممكن يكون نتيجه اهمال، ممكن نتيجه مال نيوتريشن، سوء التغذيه مع الاطفال. فده كده تساقط شعر. تساقط شعر ممكن يكون دي ان ايه وراثي. تساقط الشعر نتيجه الاسترس، نتيجه الضغط، سواء شغل بقى، عمل سايكولوجي، نتيجه حاجات حاله نفسيه. تساقط الشعر نتيجه نقص المعادن والفيتامينات. عندي الزنك قليل، عندي الحديد قليل، عندي الفيتامين بي 12 وبي 6 وبي 5 وبي 3 وبي 2 اللي هو فيتامين بي كومبلكس قليل، البيوتين عندي قليل. يعني يا نهار ابيض، كل ده كل ده يعني انا النهارده احنا معايا منتج اللي هو سو كير، مش زي ما احنا متعودين. دايما المنتجات بتكون يا اما تجميليه من بره، يعني شامبو مش عارفه ايه يعني بره، وتبقى محتارين جدا وتايهين ايه الفيتامينز اللي ناخدها من جوه عشان مخصوص للشعر. هنا اللي انا فاهماه منك ان سو كير الاثنين بتعالج كل مشاكل تساقط الشعر جوه وبره، جسمي من جوه وشعري كمان من بره. ذاتس ا جود بوينت. اللي انت قلتي فيه ده حاجه مهمه جدا. انا هعمل ايه؟ لا، انت هتاخد كورس انقاذ. انا عشان بصي، انا كل كورس عندي بسمي له اسم ده فعلا كورس انقاذ دمار الشعر. الشعر العاجز، الشعر التالف، اللي عندها مشكله او عنده مشاكل تساقط الشعر، اللي شعرها عاجز انه يطول عن طول معين، او اللي بتحلم بالكثافه والطول. واحده تقول لك والله انا ساتسفاي جدا وشعري حلو، بس ده عاجز، ده ما بيطولش، ده انا رحت لفيت جبت منتجات كتيره ولفيت على دكاتره كتيره. وهي ممكن يكون عندها انيميا بالمالتي فيتامين، ببونبونيه، بجامز. جامز يعني احنا دلوقتي جامز. بقى عندنا جامز او بونبوني او وات ايفر ايه اللي بيتقال، احنا بنقربها انها بونبوني. بس هو علاج علاجي علاج علاجي عن طريقه. يعني ده حقيقي، يعني انا فعلا هتعالج من المشاكل اللي عندي كلها. كل الحاجات اللي انت بتحكي فيها دي، كل ده مواد فعاله يو اس اي، مستوردة من الخارج كلها 100%. بري ميكسنج هنا في مصر، مرخصة من هيئة الدواء المصرية ومرخصة من هيئة وسلامة الغذاء. والكورس بتاع سو كير هو عبارة عن ايه؟ علاج كل مشاكل الشعر. احنا قعدنا نقول ايه؟ هيشان وتقصف وتساقط، تساقط رهيب. ايا كان بقى سبب تساقط الشعر، وكمان عندي فراغات، عندي مشاكل، انا بهتان. عندي كارثة وبهتان وهيشان وتقصف وعجز وشعر عاجز، عندي مشكلة كبيرة. ايه الكورس؟ كورس منتجات سو كير، من اول الشامبو، من اول ما تغسلي شعرك، مدعم بماده الكافيين واوميجا 3 والسيستاين والاحماض الامينيه والكيراتين والكولاجين. هيجي السيرم، سيرم الشعر سكير، هو مدعم بالكافيين والكارنيتين، وكمان في الهيدرولايز كولاجين وفي الكيراتين، بيعيد بناء بروتين وكيراتين الشعر وكولاجين الشعر تاني. يعني الشعر المتدمره هو بيبنيها تاني. كمان مالتي فيتامين، عندنا المالتي فيتامين الجامز نوعين، السو هير البروتين البايتين، وفي الكولاجين والتب كولاجين الجامز. ده اختراع عباره عن كاندي، احنا بنقربها للبنات وبنقول كاندي بونبونيه. ليه بونبوني؟ ليه مش اقراص؟ عشان الناس اللي عندها مشاكل في الجي اي تي، في بنوته تقول لك طعم الحديد وحش قوي على معدتي. جامز بونبوني لكل الناس اللي عندها مشاكل، للناس اللي عندها الكرونيك ديزيز، عندهم مشاكل القلب ودايابيتك وهو مريض سكر، فانا ممنوع من الاقراص عشان الشوجر كود. ده سكر زيرو زيرو. في بنات بتكلمني، ساره انا عايزه حاجه سريعه جدا لعلاج تساقط الشعر عشان عندي فرحي كمان شهرين. وده سؤال انا عايزه اساله لك فعلا. دايما احنا بنبقى مبسوطين ان في منتج يعني هيعالج شعري، بس اول حاجه بتيجي في بالي هو انا امتى احس بالنتيجه؟ امتى بقى؟ انا امتى دي؟ امتى؟ كل متابعين ساره المهدي على صفحتي على انستجرام لو دخلت وشفت الريفيوز البنات، انا اتصدمت اصلا من الفيدباك. انا دايما بقول ان مده كورس علاج الشعر، دوره حياه بصيله الشعر او الشعراء 120 يوم، فاحنا المفروض من 3 ل 6 شهور عشان نخش في علاج وشعر هيلثي، وان انا امنع تساقط الشعر. البنات من اول اسبوع قالوا لي من اول اسبوع توقف التساقط، من اول اسبوع حاسين بفرق، من اول استخدام في السيرم والشامبو بتحس بفرق جدا. يعني دي حاجه بتشجع حتى المستخدم انه انها تتبسط وتكمل.